مساء الخير. واشنطن بوست تقول إن زعيم داعش على قيد الحياة ويمضي قدما في مشروع إرهابي خطير. المرصد السوري لحقوق الإنسان يرصد استمرار اشتباكات بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية على الضفاف الشرقية لنهر الفرات. غارات للتحالف شمالي صعدة اليمنية، المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين. ميانمار تأمر الروهينجا بمغادرة منطقة حدودية غير مأهولة وتستخدم مكبرات الصوت. واشنطن وبكين تتفقان على خفض العجز التجاري الذي تعانيه الولايات المتحدة مع الصين. العائلة الملكية البريطانية تشكر كل من حضر أو شاهد زفاف الأمير هاري وميغان ماركل. قوائم العرب والتركمان تطالب بإلغاء نتائج انتخابات كركوك وإعادة الفرز والعدل اليدوي.